افتتح الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء مؤتمر سمارت ديسك لأمن المعلومات والبلوك تشين الذي تنظمه جمعية البحرين لشركات التقنية بيتك بالتعاون مع صندوق العمل تمكين وشراكة استراتيجية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. يهدف المؤتمر والمعرض إلى رفع مستوى الوعي بأمان المعلومات والمخاطر الإلكترونية لدى الكيانات الحكومية والخاصة على حد سواء، كما يرمي إلى مواكبة أحدث معطيات أمن المعلومات والحفاظ على ريادة مملكة البحرين في هذا المجال، ويدعم جهود التحول الرقمي في البحرين. ويطرح مؤتمر سمارت ديسك أيضا تقنية البلوك تشين كسجل يحفظ جميع التغيرات في المعلومات المخزنة في مراكز البيانات ويوفر الحماية الرقمية عند نقل البيانات والمعلومات من منظومة رقمية إلى أخرى في قطاعات البنوك والتعاملات المالية خاصة، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والسياحة وغيرها. ويستقطب مؤتمر سمارت ديسك الذي يقام على مدى يومين متحدثين من البحرين وخارجها من خبراء أمن المعلومات والبلوك تشين الذين يسلطون الضوء من خلال النقاشات وورش العمل على المستجدات الحديثة العلمية في هذا المجال والممارسات الأمنية الصحيحة والاستخدام الأمثل لأنظمة المعلومات، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من التجارب والحوادث التي تعرضت لها الجهات الرسمية وغيرها في مجال الاختراق الأمني. هناك الآن مخاطر كثيرة تنجم عن استخدام التقنيات الحديثة مثل القرصنة والاختراقات الإلكترونية والسرقات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني مثل ما يحدث في جميع دول المنطقة وفي العالم. لذلك يجب على المؤسسات أن تلجأ إلى الوسائل الحديثة لتفادي وتجنب الأخطار الناجمة عن التقنية الحديثة والمعاملات الإلكترونية. نظرا للتحول الكبير اللي صار في الخدمات الحكومية، في الاقتصاد المعرفي والانتقال إلى التكنولوجيا الحديثة، بالتالي أي خرق أمني ممكن يصير ممكن يعرض البلد إلى الشلل، ممكن يعني يوقف عمليات رئيسية. فالتركيز طبعا اليوم في المؤتمر حنتطلع أنه يعني يتم الإجابة على عدد من التساؤلات حول حماية الأنظمة ورفع الحالة الأمنية الموجودة، وأيضا طبعا البلوكتشين مثل ما نعرف يقدم حلول للوصول إلى معلومات ربما كان من الصعوبة أو تحتاج استثمارات كبيرة في السابق للحصول عليها.